مضامين الصعوب، نتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاح بإذنه تعالى، حيث ننطلق مع هذا الشوط شوطنا الخامس للصعوب، وهذا ثالث أشواط الأبكار الصعوب. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط ونتعرف بالصدارة الأولى، بالمقدمة الأولى، بالأداء المتميز مع سرابة عامر بن مسعود العامري يقدم لنا سرابة، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز، هناك جبارة حمد بن عبد الله الوهيبي ياتي في المركز الثاني، المركز الثالث الوصول من الشاهينية خالد بن ناجي بصالح بن سالم الهمامي، المركز الثالث، المركز الرابع ايضا التقدم في رابع المراكز من الشاهينية، دخول من شعار ايضا خالد بن ناجي الهمامي، ناخذ ايضا الصدارة، ناخذ ايضا الوصول، ناخذ الاسماء القادمة، وصل راعي ارجة يتقدم من خلال هذا التواجد، ومن خلال انطلاقتي ايضا شواقة لمحمد بن سالم بن حميد بن نايم الوهيبي يتقدم من خلال هذا الاداء ومن خلال هذا التحدي، ولكن عودة الى الصدارة، عودة الى سرابة عامر بن مسعود العامري على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط، والصدارة الأولى والمقدمة الأولى والتحدي المثير، ما شاء الله تبارك الله، انفراد كلي مع سرابة في المركز الأول، عامر بن مسعود العامري على الصدارة، العامري على المركز الأول يقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما المركز الثاني جبارة حمد بن عبد الله الوهيبي ياتي على المركز الثاني في تقدم جميل للغاية، في تحدي مثير للغاية، ولكن سرابة على المركز الأول، عامر بن مسعود العامري، وصل الوهيبي ليقدم لنا هذه الانطلاقة، ليقدم لنا هذه التحديات المثيرة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. خامس أشواط الصعوب، ثالث أشواط الأبكار الصعوب في تعداد صندوق الوثبة للفطامين ضمن انطلاقة الصندوق المفتوح. تهانينا لمالك سرابة عامر بن مسعود العامري بالفوز والانتصار بالمركز الأول، المركز الثاني وصلت فيها أيضا جبارة حمد بن عبد الله الوهيبي، المركز الثالث وصول أيضا من خلال تواجد الاسم القادم في تحديات الشاهينية حمد بن عثعيث العامري. دقيقتين 19 ثانية 22 جزء من الثانية، تهانينا لمالك سرابة عامر بن مسعود العامري.